قروض خاصة بدعم المؤسسات الناشئة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عن قريب، من بين أهم المنتجات التي يطرحها القرض الشعبي الجزائري. الاعتماد عطوهنا البنك الجزائر، رانا خلاص راح نبداو بالك الايام القادمه ان شاء الله راح تبدا الصيرفه الاسلاميه في القرض الشعبي الجزائري. نبداو بالجزائر العاصمه ونروحوا للوكالات بالتدريج. عندنا نسبه تقريبا 21% من السوق الوطني تاع المؤسسات الصغيره والمتوسطه راهو عندنا في القرض الشعبي الجزائري. المقاربه هذه بي ام واي سي بي جربناها، خدمنا بمده 3 سنوات عليها، هذه ثمرة عمل تاع 3 سنوات، وجربناها في 9 وكالات. قررنا نعمموا جميع المنتجات بي ام باي سي بي والمقاربة بي ام باي سي بي ونضموا لها المؤسسات الناشئة. خدمة بطاقة الدفع اللاتلامسية من خلال التقاط البيانات الشخصية عن بعد، خدمة وضعت هي الأخرى تحت تصرف الزبائن، ليكون بذلك القرض الشعبي الجزائري أول بنك عمومي يقدم هذا النوع من الخدمة. القرض الشعبي الجزائري بصفته أول بنك عمومي يصدر بطاقة لزبائنه، بطاقة دولية، بطاقة السيبيا فيزا اللاتلامسية. هذه الوظيفة تسمح للزبائن بدفع مشترياتهم والخدمات بدون أن إدخال البطاقة أو لمس أدوات الدفع. هي منتجات وأخرى من شأنها تشجيع المؤسسات على الاستثمار من خلال تقديم خدمات رقمية تنافسية تقلل من البيروقراطية.